بص الماتش ده احنا عايزين نحط تشكيل حلو، احنا هنلاعب محمد هاني اساسي وطاهر اساسي وعبد القادر اساسي ومروان عطيه اساسي وجنبي اكرم توفيق وامام عاشور وايه و... ده؟ ده الشوط الاولاني خلص ومش عارفين نسجل ولا جون؟ طيب سيبك بقى من الخطه اللي انا قلتها دي وطلع لي كل اللعيبه دي ونزل لي اللعيبه ثانيين. صراحه كده انا ماليش مزاج العب من الاخر يعني، اه حد ليه نفسي يلعب كره قدم في الاجواء المنيله ب 60 نيله دي يا راجل خد الكرة بتاعتك دي وامشي بعيد بقى و... ايه ده؟ جت جون انا كان قلبي حاسس ان انا هسجل على فكره طب احنا دلوقتي سجلنا من ضربات جزاء وسجلنا قبل كده انا فاكر برجلينا اليمين وسجلنا برجلينا الشمال طب انا مش فاهم كده فاضل ايه طريقه جديده ما سجلناش بيها اقول لك انا اخد المدافع ده في ظهري كده واشوطها من ايد الجون ايوه زي كده حلوه الطريقه دي جديده يعني ايه الجمال والحلاوه دي يا وسام ايه ده ايه الحياه شايف يلا بقى عندنا مهاجم يلا بقى يسجل جوان كده كل ماتش وماتش انا مبسوط قوي ان بقى عندنا مهاجم في يلا انت مش مبسوط ليه زيي اتبسط وافرح يا ابني انت مجنون ولا ايه انا من ساعه موت احمد رفعت وانا بقيت حاسس ان الدنيا اصلا ما بقاش ليها طعم وان الكره اساسا ما بقاش ليها لازمه مش ده الاهلي اللي انا بحبه اللي بيفرحني بس فعلا النهارده انا بتفرج على الماتش من غير طعم بتفرج لاجل الفرجة، لكن انا مش مستمتع ومبسوط، بقول لك ايه؟ سيبك من الماتش ده وتعالوا بقى ندعي لاحمد رفعت ربنا يرحمه ويظهر الحق في قضيته. الحمد لله، خدت تلات نقط من المحلة ولوحدي في الصدارة، الله ده انت طلع لك صوت وبقيت بتنافس يعني، طب عادي يعني ايه المشكلة؟ تلات نقط من فاركو، ايه ده؟ ده شكلهم بيقربوا مننا. الحمد لله، خدت تلات نقط من المقاولين وفي طريق لوحدي للصدارة، ده أنت لسه فيك نفس، طيب، ثانية واحدة، ثلاث نقط من الداخلية، عادي جدا، الحمد لله، خدت ثلاث نقط من سموحة، وفي طريقي للإنفراد بالصدارة، أهو، ثلاث نقط من فاركو، الله، هو في إيه بقى؟ أنتوا بتتعبوش ولا إيه؟ الحمد لله، خدت ثلاث نقط من الإتحاد، وتحت من الصدارة، برضو طب ثلاث نقط من الداخليه برضه تاني برضه اه الداخليه وفاركو عشان م... مفيش غيرهم بنلاعبهم تقريبا. ايه يا اهلي بقى؟ ما تسيبونا ننافس على الدوري بقى يا اخي يعني انتوا يعني انتوا واخدين كل البطولات ومش هين عليكم تسيبونا حتى ننافس. لا انشف إيه كده الله انت بتنهج من دلوقتي امال هتعمل ايه يوم الجمعه اللي جايه انا مستنيك مستنيك يوم الجمعه وساعتها نبقى نشوف موضوع الصداره ده هيرس على مين بس شد نفسك كده ايه لا الولا محمد هاني مش قادر يجري ده شكله الجواز هد حلو قوي والعروسه قضت عليه احنا ننزلها بقى ايه بص الجمله دي محمد هاني العروسه قضت عليه <şey iş�i> انت ايه اللي انت بتكتبه ده امسح يلا ايه ده في ايه انت بتبص لي ليه كده يا عم انت بقولك امسح اللي كتبته دلوقتي حاضر حاضر همسح حاضر بس بس ليه يعني انت لسه بتسال ليه وما تبناش عن السكه دي ما اتغيرتش ما تعصتش مع اللي حصل لاحمد رفعت يرضيك هاني يشوف الكلام اللي انت بتقوله ده ويتاثر ويحزن ويتاذي نفسيا بسببك صدق صح انت معاك حق برافو عليك ان انت نبهتني امسح بقى كده كل الكلام ده محمد هاني افضل ظهير ايسر في الدوري المصري حلو كده لا 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 الكلام ده مش حلو مش من قلبك برضو طيب محمد هاني افضل ظهير ايسر في افريقيا لا برضو مش حاسس ان هو طالع من جواك برضو مش عاجبك طيب امسى محمد هاني افضل ظهير ايسر في العالم ما انا ما فيش حاجه تانية بقى اكتر من كده هعملها يعني غير كده اروح ابوس هاني من بقه يا ريت نفكر كويس في كلامنا قبل ما نقوله لان كلامنا ده ممكن يتسبب لاذى نفسي في لاعب من لاعبتنا وما تنسوش تدعوا احمد رفعت في الكومنتات